مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. من بعد ما فاجأت لنا محمد الجميع بمتابعتها لقمر الطائي على انستغرام من بعد الخلاف اللي كان بينهم من قبل فترة، من بعد ما قامت قمر بإلغاء البلوك عنها، ها هي اليوم قمر الطائي تفاجئ الجميع بمتابعتها لنا محمد على انستغرام من بعد ما تابعت أختها لين قبل فترة. فهيك أعلنت كل من لانا وقمر عن الصلح بينهم ونهاية خلافهم رسميا. فهل رح نشوفهم مع بعض بفيديو يوتيوب مستقبلا بنظركم؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. وبالحديث عن قمر الطائي، فظهرت اليوم مع رغدة كيوميجيان وعم بيحضروا لتصوير فيديوهات يوتيوب مع بعض. فشو رأيكم بالثنائي رغدة وقمر مع بعض؟ أما أسامة مروة ففاجأ أصالة بباقة من الورد بمناسبة عيد ميلادها 27، وصرح أنس وأصالة أن أسامة حيزورهم ببيتهم بأمريكا بعد أسبوعين، وكان من المفترض أنه يكون معهم بأمريكا من بعد ما سافر أحمد النشيط قبل فترة، ولكن ألغيت رحلته وتم تأجيلها. واو أسامة، والله أنه فاجأت، ما توقعت أبداً. اوكي خلص اشتقنا لك يا اسامة، ايه ما تحتيجي اسامة تعا خلص. عمكي بتعرف ان هو كان مفروض يجي احمد نشيط، ايه قال لي بعدين حلق لنا ونشيط يجي. والله اسامة thank you so much. واو. عن جد يعني عن المزح we love you واشتقنا لك و واو وجاءت وصالة هذا اكتر الورد اكبر من تبعك. أما سيدرا بيوتي فصدمت الجميع بخبر عودتها ليوتيوب بفيديو جديد من بعد ما صارت بدبي، فهذا جاء من بعد 7 أشهر انقطاع عن القناة. فشو رأيكم برجعة سيدرا؟ وسيدرا مؤخرا صرنا عم نشوفها بشكل كبير مع مو فلوجز وأختها شيرين بدبي، فعم بيشاركوا ستوريهات وتيك توكس مع بعض.